بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هناخد المحاضرة الثانية في الثيرموداينامكس. في البداية أول سلايد بريشر فوليوم وورك أور بي في وورك، يعني الشغل الضغط والحجم. أول حاجة بيقول لك in physics mechanical work is defined as force multiplied by the distance through which the force acts. يعني في الفيزياء بيقول لك ان الميكانيكال وورك الشغل الميكانيكي بيعرف على ان هو القوة مضروب في المسافة اللي الورك بيشتغل فيها، اللي الفورس القوة بتشتغل فيها. لكن في الثيرمودينامكس بيقول ان الثيرمودينامكس از اونلي تايب اوف وورك، الشغل الوحيد اللي بيعتد به جنرالي كونسيدرد، اللي هو بيتم اخذه في الاعتبار، از ذا وورك دان ان اكسبانشن، يعني تمدد، اور كومبريشن، يعني اللي هو التمدد والانكماش of gas. This is known as pressure volume work. يعني معنى pressure volume work اللي هو الضغط بتاع الشغل المبذول على الغاز، اللي هو ساعات بيحصل expansion، يحصل تمدد للغاز، أو يحصل انكماش للغاز نتيجة للقوة المؤثرة عليه. Or expansion work، يعني pressure volume work or PV work يسمى برضو expansion work، اللي هو شغل التمدد. يعني لو غاز حصل له تمدد يبقى في شغل مبذول من قبل الغاز، أو حصل للغاز انكماش فبالتالي في force أو external work مؤثر على الغاز. هنفترض consider a gas contained in a cylinder. لو افترضنا في ان في وجود غاز في سلندر fitted with a fractionless piston، محطوط فيها مكبس عديم الاحتكاك. The pressure اللي هي البريشر طبعا الفورس بير اريا اللي هي الضغط القوة على وحدة المساحة of the gas exert a force on the piston، يعني ان الغاز لما بيضغط بيبذل فورس قوة على المكبس. This can be balanced by هذا الشغل can be balanced، يعني يتم اتزانه by applying an equal and but opposite pressure from outside on the piston. يعني الضغط ده اللي بيتم ضغط الغاز على المكبس بيتم معادلته عن طريق ان احنا بنطبق applying equal، يعني بنطبق pressure مساوي ليه بس مضاد ليه في الاتجاه على البوستون من الخارج. ونفترض ان let's be designed as be external. be external ديت معناها ان الضغط الخارجي اللي بيأثر على البوستون اللي هو بيساوي الضغط بتاع الغاز على البوستون من داخله على المكبس الداخلي. لو افترضنا الشكل اللي قصدنا، لو كان امامنا ده هنلاقي ان الغاز محبوس في داخل سلندر. طبعا في المفروض في هنا ضغط من الغاز على المكبس، وفي نفس الوقت في ضغط خارجي من البريشر على المكبس. البريشر بتاع المكبس الضغط بتاع المكبس لو سوى الضغط الداخلي بتاع الغاز فبالتالي مش هيحصل اي حركه ليه مش هيحصل اي حركه للمكبس. لكن لو كان البي اكسترنال اكبر من البي بتاعه الغاز فبالتالي هيحصل ان المكبس هيتحرك لتحت. لو كان العكس كان الضغط بتاع الغاز اكبر من الضغط بتاع الخارجي اللي مطبق على المكبس فبالتالي المكبس هيتحرك لفوق. افترضنا اف ذا جاز اكسباند، لو حصل للغاز اكسباند يعني حصل له تمدد at constant pressure عند ضغط ثابت. The piston اللي هو المكبس would move say through a distance L. يعني لو افترضنا ان الغاز اللي هو داخل السلندر ده حصل له تمدد ويتحرك من المسافة ديت للمسافة ديت اللي هي بمقدار L. فلو جينا نشوف ان الورك، لو طبقنا الورك ان في الاول خالص قلنا الميكانيكال ورك يساوي الفورس في الديستانس في المسافة. وبالتالي هنرمز للرمز الفورس بالرمز اف سمول والديستانس بالرمز ال. طبعا احنا عارفين ان البريشر يساوي الفورس بير يونيت اريا اللي هو
الضغط يساوي القوة على المساحة، فبالتالي القوة هتساوي الضغط الخارجي في الايه، الايه ديت از كروس سكشنال اريا اوف ذا بيستون، اللي هو المساحة السطحية للمكبس. لو جبنا من المعادلة ديت المعادلة دي هنعوض على الفورس في المعادلة ديت، فبالتالي هتبقى W تساوي B external في A في L. A في L ده A اللي هي المساحة السطحية، و L دي المسافة اللي اتحركها المكبس، فبالتالي ديت هتساوي B في ال L تساوي دلتا V، يبقى ال W هتساوي B external في الدلتا V. دلتا V is the increase in the volume of the gas، معناها الزيادة في حجم الغاز نتيجة للتمدد بتاعه. ونتيجة since the gas is doing work on the surrounding، معنى ان الغاز هو اللي هيضغط على المكبس فبالتالي هيحركه لفوق، معنى ذلك ان هنا الغاز هو اللي بذل شغل على المكبس، فبالتالي الاشارة بتاعت الورك هتاخد اشارة سالبة، فبالتالي الورك هتاخد اشارة سالبة. طب لو العكس حصل، العكس اني حصل للغاز بدل ما هو حصل له بدل ما حصل له تمدد حصل له انكماش، فبالتالي الورك هنا هيبقى W بإشارة موجبة وليست إشارة سالبة، يبقى لو حصل تمدد للغاز فبالتالي إن هو الغاز هيبذل جهد على المكبس، فبالتالي أحمل إشارة سالبة، الشغل المبذول هيبقى بإشارة سالبة. نفس القصة هنا بيقول لك proceeding as above the work done in compression، يعني في انكماش الغاز can be calculated، برضو نفس القصة هتبقى ال W تساوي B external في delta V، لكن هنا sign of the work will be positive، هتبقى بإشارة موجبة لأن النظام السراوند هو اللي هيبذل جهد على الغاز وليس الغاز هو اللي هيبذل جهد على الوسط المحيط ليه. وبالتالي هنا بيقول لك work may be expressed in dynes centimeters ergs or joule، وبالتالي بي في ورك كان بي كان از ويل بي، ده بيقول لك هنا ان الوحده بتاعت البي في ورك كان بي مثلا تكون بالتعبير عن وحده الضغط ووحده الحجم، يعني ممكن يكون ليتر الحجم، ممكن يكون اتموسفير، ممكن يكون اتموسفير ليتر، دي ممكن تكون هي الوحده بتاعت البي في ورك. لو جاء مثال زي ده قال لك calculate the pressure volume work done when a system containing a gas expand، يعني يحصل له تمدد from 1 liter to 2 liter against a constant external pressure of 10 atmosphere express the answer in calories and joule. طبعا هنا اول حاجة بنقول expand، فبالتالي الورك هيبقى بإشارة سالبة اللي هي W يساوي سالب B external في delta V. W ال external pressure القيمة بتاعته 10 atmosphere، الضغط الحجم بيتغير من 1 لتر تو 2 لتر، فبالتالي 2 ناقص 1 يبقى النتيجة تطلع ماينس 10 لتر اتوم لتر اتموسفير، وعشان اللتر اتموسفير يساوي 24 23 كالوري، فبالتالي القيمة دي هتساوي سالب 242 كالوري، وعشان نحولها للجول هنضربها في 484، فبالتالي قيمة الورك بواسطة الجول هتبقى 1012.5، عشان احولها لكيلو جول هقسم على 1000، فبالتالي هتطلع 1 و12 من 1000 كيلو جول. مسألة مباشرة ما فيهاش اي مشاكل خالص. الحاجة التانية اللي هنا ناخدها ايزوثيرمال، طبعا ايزوثيرمال نعرفها انا كونستانت تمبريتشر، ريفيرسابل يعني انعكاسي، اكسبانشن وورك of an ideal gas، يعني الضغط ضغط تمدد الغاز الانعكاسي عند درجة حرارة عند درجة الحرارة ثابتة. لو افترضنا consider an ideal gas، غاز مثالي confined in a cylinder، في cylinder with a fractional piston، يعني في piston يعني مكبس. لو افترضنا suppose it expand in a reversible manner، بطريقة reversible يعني انعكاسية، from volume V1 to V2 at a constant temperature، طبعا isothermal at constant temperature، the pressure of the gas is successfully reduced from V1 to V2، فبالتالي
ان الضغط بتاع الغاز هيقل من B1 to B2، تمام؟ يعني هنا اكسباند ده هيتمدد من V1 to V2، وفي طبعا علاقة عكسية ما بين الحجم وما بين الضغط، فبالتالي لو الحجم زاد بالتالي الضغط هيقل. بيقول لك ذا ريفرسابل، طبعا احنا عارفين ان العملية الانعكاسية بتتم في عن طريق خطوات انعكاسية. يعني بيقول لك ذا ريفرسابل اكسبانشن اوف ذا جاز تيك بليس ان انفينيت نمبر، عدد غير محدود اوف انفستملي سمول انترميديت ستيبس، عدد محدود من الخطوات التي الصغيرة جدا. بيقول لك لو افترضنا تو ستارت ويز اكسترنال بريشر، لو الضغط الخارجي بي اكسترنال is arranged equal to the internal pressure of the gas and the piston remain stationary. بيقول لك لو الضغط الخارجي يساوي الضغط بتاع الغاز، فبالتالي المكبس مش هيتحرك. ده في الافتراض الاولاني. طيب بيقول لك if b external، لو الضغط الخارجي is decreased، لو قل by an invisibly amount delta b بقيمه يعني صغيرة جدا. The gas expand reversibly and the piston moves through a distance dL. يعني لو افترضنا زي ما احنا شايفين بالرسم اللي تحتينا ان الضغط حصل له ان البي اكسترنال ديت الضغط الخارجي قل بقيمة دلتا بي، فبالتالي طبعا الغاز حصل له تمدد، فبالتالي المكبس هيتحرك من المسافة، يحصل المسافة ديت اللي هي افترضها دلتا ال. وعشان الدلتا ال دي صغيرة جدا، فبالتالي هنعتبر ان البي اكسترنال يساوي البي بتاعت الغاز هيساوي البي، وعشان ان الخطوة ديت خطوة يعني زي رايح جاي رايح جاي، كأنها رايح جاي كأنها مش موجودة، فبالتم يتم اهمال هذه الخطوة، وبالتالي يساوي الضغط الخارجي هنعتبره ان هو ضغط الغاز في السلندر. طيب the work done by the gas in one، بيقول لك لا الشغل المبذول بواسطة الغاز في خطوة واحدة بس، في خطوة واحدة ممكن نعبر عنه بالعلاقة ديت اللي هي دلتا دبليو تساوي بي في اي في دلتا ال. طبعا ال A اللي هو قلنا قبل كده الكروس سكشنال اريا اوف بيستون، اللي هو المساحة السطحية بتاعة المكبس. ال A في الدلتا ال اللي هي دلتا في، دلتا في قلناها قبل كده اللي هي انكريز ان ذا فوليوم. خلي بالك هنا دلتا دبليو لان هي في جزء في ستيب واحده في خطوه واحده، بي تساوي دلتا في. طيب لو انا عايز احسب في كل الستيبس في كل الخطوات كلها، يبقى ذا توتال اماونت اوف ورك دان باي ذا ايزوثيرمال ريفرسابل اكسبانشن اوف ذا ايديال جاز فروم في 1 تو في 2، بالتالي هناخد تكامل الطرفين. فبالتالي هنا دبليو تكامل ده تبقى دبليو، التكامل ده من V1 to V2 ب دلتا V. وعشان احنا عندنا ايديال جاز، ايديال جاز الايكويشن ديت اللي هي تساوي B تساوي NRT على ال V، هيتم التعويض عن ال B في المعادله ديت بالقيمه ديت، فبالتالي W هتساوي سالب ده طبعا عشان قلنا ان الغاز هو اللي هيبذل جهد على الوسط المحيط، فبالتالي تبقى الاشاره سالبه، فبالتالي العلاقه هيحصل لها ارنجمنت هتبقى سالب NRT V1 التكامل من V1 ل V2 دلتا V على V1. وفي الاخر خالص هنعمل انتجريشن، هنعمل تكامل، هتطلع العلاقه عندي W تساوي سالب NRT لن V2 على V1. وديت العلاقه اللي احنا ممكن نحسب بيها الشغل المبذول في تمدد الغاز اللي هو في انعكاسي، لما يكون فيه انعكاسي ولا انا في المعادله ريفرسابل at constant temperature. وعشان في علاقة بتقول ان B1 V1 تساوي B2 V2، فبالتالي V2 على V1 تساوي B1 على V2. ممكن اعوض عن ال V2 على V1 هنا في المعادلة ديت بالعلاقة اللي هي بتقول B1 على B2، ويبقى هنا العلاقة تطلع W تساوي minus NRT. ال RT دي ال R ديت اللي هي الثابت العام للغازات، T اللي هي درجة الحرارة بالكلفن، اللي هي لين B1 على B2. طبعا لو انا عايز احولها للوغاريتم طبعا خدناها قبل كده ان انا هضرب في 2 303 من 1000، فتطلع العلاقة عندي كده. يعني ممكن ما يديناش الفوليوم في المعادلة وممكن يدينا البريشر، فبالتالي اقدر احسب من خلاله
الشغل المبذول في حالة تمدد الغاز انعكاسيا، تمام، في ايزوثيرمال ات كونستانت تمبريتشر عند درجة حرارة ثابتة. طيب لو قال لك ايزوثيرمال كومبريشن وورك، خلي بالك هنا خدنا ايزوثيرمال اكسبانشن يعني تمدد، لكن هنا في حالة انكماش، هو هو نفس الشغل، ولكن الإشارة هتتغير، هو exactly the same value، بس الإشارة دي بدل ما هي سلبة هتكون إشارة موجبة، هي بس هتكون إشارة موجبة. لما اجي احسب ايزوثيرمال الريفيرسبل اكسبانشن ورك اوف انهايد الجاز، خلي بالك الريفيرسبل هنا يعني غير انعكاس، مش هيحصل انعكاس. فبالتالي فرضيه ان الغاز ضغط الغاز يساوي الضغط بتاع ضغط الغاز يساوي الضغط الخارجي دي مش هتكون موجوده. بيقول لك suppose we have an ideal gas contained in a cylinder، لو افترضنا ان في غاز موجود في سلندر with a piston اللي هي المكبس، this time the process of expansion gas is performed irreversibly، يعني هيكون غير انعكاسي. فبالتالي by instantaneous يعني لحظيا dropping the external pressure بي external to the final pressure باتنين لما بيحصل تمدد للغاز، فبالتالي تمدد للغاز، فبالتالي بي external هتقل شويه to final pressure اللي هو باتنين. the work done is now against the pressure باتنين، الورك اللي هيبقى مبذول من الغاز هيبقى جينست البريشر القيمه الجديده بتاعه الضغط، فبالتالي هيطلع عند الورك W تساوي ماينس بي اكسترنال في 1 في 2، وبالتالي المعادله هتبقى بي بدل بي اكسترنال هنا هو هنعوض عنها بالقيمه النهائيه بتاعه الضغط، فبالتالي بي 2 في 2 ناقص في 1، فالعلاقه تبقى بي 2 دلتا في. هو ده الشغل المبذول بواسطه الغاز في حالة العملية التمدد الغير انعكاسي at constant mean at constant temperature. يبقى هتلاقي ان العلاقة دي في حالة الريفيرسابل، والعلاقة السابقة كانت في حالة لما يكون ريفيرسابل. طبعا هو هيقول في المعادلة في المسألة اذا كان ريفيرسابل او الريفيرسابل، او اذا كان هو تمدد او انكماش. لا تمدد يبقى اشارة سالبة، لو انكماش هتبقى طبعا اشارة موجبة. لو افترضنا مسألة زي ديت 1 مول of an ideal gas at 25 درجة مئوية is allowed to expand. expand يعني تمدد، reversibly يعني انعكاسيا، at constant temperature اللي هي isothermal from a volume 10 to 10 liter to 20 liter calculate the work done by the ideal gas in joule and calories. طبعا المفروض العلاقة اللي هنا خدناها في حالة تمدد الغاز، في حالة تمدد الغاز انعكاسية W تساوي سالب NRT لين V2 على V1، V2 طبعا اللي هي 20 V1 اللي هي 10، التمبريتشر 225 ديت هتم تحويلها لكلفن، هنا مديك 25 درجة سليزيوس المفروض نحولها لكلفن، هنحولها لكلفن عن طريق ان احنا نضيف ليها 273، فبالتالي هتطلع القيمة عندي 298. الار دي المفروض ثابت العامل الغازات المفروض يديك القيمه بتاعتها ديت، المفروض جي جي جول لكل دي الوحده بتاعتها جول لكل مول كالوري. انا هعوض عن العلاقه اللي هي ديت، ماشي، انت ممكن تحسبها باللين ممكن تحسبها باللوغاريتم مش هتفرق كتير، يبقى تطلع سالب 2 303 في اللي هي قيمه ثابت العامل الغازات، دي قيمه ثابته المفروض يديها لك في المساله، في درجة الحرارة بالكلفن لوغاريتم في 2 على في 1 تطلع عندي 1717.4 جول. عشان أحولها لكالوري المفروض هقسم هنا على اللي هي 484 تطلع عند القيمة ديت، هو ده عن طرف في المقدار ده، أنت المقدار ده لو حسبته هيجي قسم القيمة ديت هيطلع عندي كأن أنا قسمت القيمة ديت على 4.18 على 4.18 تدينا سالب 410.46 كالوري. المسألة الثانية بيقول لك find the work done when 1 مول of the gas expand برضه reversibly يعني انعكاسيا and isothermally يعني at constant temperature from 5 atmosphere to 1 atmosphere at برضه 25 درجة مئوية. لكن هنا العلاقة دي اللي هنستخدم العلاقة بتاعة البريشر وليس العلاقة بتاعة الفوليوم.
يبقى دبليو يساوي ماينس ان ار تي لين بي 1 على بي 2. طبعا هنا بيقول لك 1 مول، 1 مول اوف ذا جاز، يبقى بالتالي الان بتساوي 1. الار ديت اللي هي الثابت العام للغازات، طبعا هو استخدم هنا اللوغاريتم. الار الثابت العام للغازات اللي هي 8314 من 1000 في 298 اللي هي الكلفن درجة الحرارة ديت، مضاف ليها 273 في اللي هي عشان التحويل من اللوغاريتم. اللوغاريتم هنا 5 على 1 هتبقى 5، هتطلع عندي جول. عشان اجيبها بالكيلو جول هقسم على 1000 هتطلع 3.9. الحاجة التانية اللي هنا هناخدها مع بعض اللي هي اسمها الانترنال انرجي، اللي هي الطاقة الداخلية. الانترنال انرجي او الطاقة الداخلية، يعني ايه الانترنال انرجي وايه هي الانترنال انرجي؟ بيقول لك ثيرموديناميك سيستم، النظام في الثيرموداينامكس contain some quantity of matter، يحتوي على بعض quantity of matter، بعض المواد has within itself a definite quantity of energy، بتحتوي نفسها على كمية معينة من الطاقة. This energy includes not only that the kinetic energy of the molecules، هذه الطاقة ليست فقط الطاقة الحركية بتاعت الجزيئات، but also other molecular energies اللي هي الطاقات الجزيئية، such as rotational الطاقة الحركية، vibrational الطاقة الاهتزازية. فبالتالي the kinetics and the potential energy of the nuclei، الطاقة الحركية والطاقة الكامنة في النوكلاي اللي هي النواة والإلكترونات within the individual molecule also contribute to the energy of the system، بتساهم في الطاقة بتاعة النظام. بيقول لك من الاخر خالص الانترنال انرجي ايه هي؟ اللي هي the total of all possible kind of energy of a system، اللي هو مجموع طاقات، مجموع الطاقات الممكنه اللي موجوده في النظام. هي من الانترنال انرجي، فايبريشنال انرجي، كاينيتيك انرجي، هي دي تسمى انترنال انرجي. بيقول لك سنس لان the value of internal energy of the system، لان الطاقه الداخليه بتاعت النظام depend on the mass of the matter، بتعتمد على كتلة المواد ده contained in the system. بالتالي بيقول لك it's classed as، بيتم تصنيفها as extensive property، هي يعتبر ان هي خاصية او ميزة او خاصية ممتدة او شاملة، هي الـ internal energy. يبقى نستفاد من السلايد ديت ان الانترنال انرجي هي مجموع الطاقات الممكنه اللي موجوده في اللي بتاعه الجزيئات الموجوده في السيستم، بس مش عايزين اكتر من كده في الحته دي. بيقول لك ذا انترنال انرجي اوف ذا سيستم بيتم الرموز لها بالرمز اي، بعض الكتب بيقول لك بيرمز لها بالرمز يو. دي المهمه بقى، ات از نايذر بوسيبل نور نيسيسري تو كالكوليت ذا ابسولوت فاليو اوف انترنال انرجي اوف سيستم. طبعا من المستحيل ان انت تحسب the absolute value of internal energy of the system، يعني ممكن تيجي صح او غلط. It is possible to calculate the absolute value of internal energy، القيمة المطلقة بتاعت ال internal energy بتاعت الطاقة الداخلية بتاعت النظام، فبالتالي طبعا هتكون الإجابة خاطئة. In thermodynamics we are concerned only with the energy change، في الثيرمودينامكس بنهتم concerned only with the energy اللي هي الطاقة changes، التغير في الطاقة هو when the system change from one state to another، عندما النظام بيتغير من حالة لحالة أخرى. بيقول لك افترضنا if delta E be the difference of energy of the initial state، لو افترضنا ان ال initial state E N يعني initial and the final state E F اللي هي final energy، فبالتالي delta E يعني delta E بتساوي E final ناقص ال E initial. لا الدلتا اي لو كانت موجبه فبالتالي هتكون الاي الفاينل، طبعا دي هتكون اكبر من دي، لكن لو كانت دي الدلتا اي سالبه فبالتالي الانرجي بتاعت الانيشال ستيت هتكون اكبر من الانرجي بتاعت الفاينل ستيت. الوحده بتاعت الانترنال انرجي سيستم اللي هي الجول، وممكن نعبر عنها برضو بالكالوري، يعني ممكن نعبر عن الانترنال انرجي الوحده بتاعتها بالجول، أو ممكن نعبر عنها بالكالوري.
بعد كده هناخد الفيرست لو في ثيرموداينامكس اللي هو القانون الاول بتاع الديناميكا الحراريه اور لو اوف كونسرفيشن اوف انرجي او قانون حفظ الطاقه. فاكرين قبل كده خدنا اعتقد في الثانويه العامه اللي هو بيقول لك الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكن تتحول من صوره الى صوره اخرى. هي نفس القصه، هو ده النص برضه بتاع قانون الثيرموداينامكس اللي هو بيقول لك the total energy of an isolated system remain constant. الطاقة الكلية بتاعت نظام معزول remain constant، تبقى ثابتة. ولكن though it may change from to another، ولكن تتغير من صورة لصورة أخرى. بيقول لك when a system is changed from state A to state B، لو افترضنا إن في نظام اتغير من حالة A للحالة B، it undergo a change in internal energy، فبالتالي الطاقة الداخلية بتاعته هتتغير from EA to EB، thus we can write the internal energy delta A تساوي EB ناقص EA. This is energy is brought about by the evaluation، الطاقة دي بتكون مصحوبة ب evolution آسف يعني تصاعد or absorption امتصاص of heat and or by work being done by the system، الطاقة دي هتكون تغير في الطاقة هيكون مصحوب لا إما السيستم حصل له إن هو أشع طاقة أو امتص طاقة أو بذل شغل عليه أو شغل بذل عليه أو هو بذل شغل. Because the total energy of the system must remain constant، وبسبب إن total energy بتاعت السيستم لازم تكون ثابتة، بالتالي المعادلة بتاعت الفيرست لو في الثيرموداينامكس هنقول ان الدلتا اي تساوي كيو ماينس دبليو. كيو دي هي الطاقة الداخلية بتاعت النظام، ماينس دبليو يعني الشغل اللي هو هيبذله النظام، سواء هو شغل هيبقى بإشارة موجبة أو شغل بإشارة سالبة. وير حيث كيو is the amount of heat supplied to the system، الطاقة المعطاة للنظام، و دبليو work done by the system اللي هو الشغل المبذول بواسطة النظام. يبقى القانون الماثيماتيكال ايكويشن، المعادله الرياضيه بتاعت القانون بتاع الفيرست لو بتاع الثيرمودينامكس، القانون الاول للثيرمودينامكس اللي هي دلتا اي تساوي كيو ماينس دبليو. بيقول لك تو الاستريت ذا ماثيماتيكال ستيتمنت اوف ذا فيرست لو، عشان نوضح العلاقه بتاعت الفيرست لو. بيقول لك لو عندنا مكبس زي ده في غاز، الغاز حصل له تمدد بمقدار دلتا في، فبالتالي ان المكبس هيتحرك من المسافه ديت للمسافه ديت، طبعا الشغل المبذول اللي هيبقى دبليو يساوي بي في الدلتا في، هنعوض عن الشغل هنا بالعلاقه ديت، يبقى الدلتا اي هتساوي كيو ناقص بي في الدلتا في. بعد كده بيقول لك سام سبيشال فورمز اوف فيرست لو اوف ثيرموداينامكس، بعض الحاجات ال فورمس اللي هي يعتبر الاشكال المختلفه بتاعه الفيرست لو في الثيرموداينامكس ده بتتوقف على الحالات اللي موجوده فيها الماده. ده القانون بتاع الفيرست لو في الثيرموداينامكس اللي هي الدلتا اي تساوي كيو ناقص دبليو. لكن لو كان في حاله سايكليك بروسيس او اللي هي العمليه في حاله العمليه السايكليك اللي هي انفولفنج ايزوثيرمال اكسبانشن، بالتالي في حاله السايكليك بروسيس الدلتا اي بتساوي صفر والكيو بتساوي دلتا اي بتساوي صفر. فبالتالي لو الدلتا اي بتساوي صفر هنا يبقى الكيو هتساوي الدبليو، تودي الدبليو الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، فبالتالي العلاقه هتساوي الكيو تساوي الدبليو. يبقى السايكلوك بروسيس في حاله ايزوثيرمال اكسبانشن اللي هو تمدد ات كونستانت تمبريتشر، الدلتا اي بتساوي صفر، الطاقه الداخليه للنظام بتساوي صفر، فبالتالي الكيو هتساوي الدبليو. في الايزوكوريك بروسيس اللي هو نو تشينج ان فوليوم، مفيش تغير في الفوليوم، فبالتالي الدبليو هتساوي صفر، فبالتالي الدلتا اي بتساوي كيو، فبالتالي الدلتا اي بتساوي كيو. الكيس الثالثه الادياباتيك بروسيس، الادياباتيك بروسيس قلنا ان الكيو بتساوي صفر اللي هي زير نو تشينج ان ذا هيت جيند اور لوست باي ذا سيستم، كيو بتساوي صفر، فبالتالي الدلتا اي تساوي سالب الدبليو. معنى صح the decrease in internal energy exactly equal to the work done on the system by the surrounding، يعني الـ النقص الحادث في الطاقة الداخلية بتاعة النظام تساوي تماما الشغل المبذول on the system by the surrounding، الشغل المبذول على النظام بواسطة الوسط المحيط ليه.
الحالة الرابعة لو في حالة ايزوبارك بروسيس، ايزوبارك يعني هتكون كونستانت مين؟ بريشر، بريشر كونستانت. فبالتالي الدلتا اي تساوي كيو ناقص دبليو، فبالتالي الدلتا اي تساوي كيو ناقص دلتا بي، دلتا بي دلتا في. يعني بمعنى الاصح هنا الكيسز ديت احيانا بيتم ذكرها في المعادله في المسائل، وممكن يجي لك في الامتحان مثلا فور ادياباتيك بروسيس دلتا اي بتساوي، اديك اشكال بتاعه المعادله بتاعه الفيرست لو بتاعه الثيرمودينامكس وانت تختار. يبقى في الحاله اللي تختار الاجابه الصحيحه اللي هي تساوي سالب دبليو في حاله اللي هي ادياباتيك بروسيس، ايزوبارك يبقى تساوي القيمه دي. لو في حاله الحالات الاخرى فبالتالي لازم انت تبقى عارف الاجابه الصحيحه اللي هو الفيرست لو اكسبريشن، اللي هو ازاي يعبر عن القانون بتاع الثيرموداينامكس في الحالات المختلفة اللي موجودة قدامك. طيب في مسألة بتقول، هي مسألة على تمرين يعني على الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس، فايند دلتا اي اند كيو اند دبليو اف 2 مول اوف هيدروجين ات 3 اتوم بريشر اكسباند ايزوثيرمالي، خلي بالك ات كونستانت تمبريتشر at 50 درجة مئوية and reversibly to a pressure of one atom. خلي بالك reversible هيذكرنا بحق، عشان احنا العملية isothermal، فبالتالي انا قلت isothermal يعني الدلتا اي بتساوي صفر، معنى ذلك الكيو بتساوي الدبليو في اليوم فيرست لو، دلتا اي بتساوي كيو دبليو، لما الدلتا اي بتساوي صفر فبالتالي الكيو تساوي الدبليو. طيب هو بيقول لك انا عايز احسب مين دلتا اي، الدلتا اي خلاص بصفر، الكيو لو جبنا الكيو يبقى هي تساوي الدبليو، الدبليو طبعا لما يكون في ريفرسبل يحسب من العلاقه دي عندك ان مديك 3 ان البريشر اتغير من 3 ل 1، يبقى هنستخدم العلاقه بتاعه البريشر، يبقى الدبليو سالب ان ار تي لين بي 1 على بي 2 اور، اللي هي القيمه دي في حاله ان انا استخدم اللوغاريتم. هنا استخدم خلي بالك 100 اللي هي 1987 من 1000، هنا دي القيمة الثابتة العام للغازات بس بوحدة مين؟ كالوري لكل مول كلفن، يعني ديت بوحدة كالوري لكل مول كلفن، عشان هو عايز الوحدة بالكالوري. لو انت استخدمتها هتبقى الوحدة تطلع بالجول، لو انا استخدمت الوحدة التانية جول لكل مول كالوري فبتبدأ تطلع الوحدة مختلفة. خلي بالك هنا بيقول لك 2 مول من الغاز، يبقى الان هنا هتساوي 2. الثابت العام للغازات ده الوحدة بتاعته هنا بوحدة الكالوري، كالوري لكل مول كلفن. في ال 50 دي لما اضيف ليها 273 من 273 هتطلع 323 في القيمه بتاعت التحويل من اللوغاريتم للين، اللوغاريتم 3 على 1 يبقى لوغاريتم 3 تطلع عندك سالب 100 سالب 1410 كالوري، اللي هي الكيو هتساوي الدبليو، يبقى بالتالي الكيو هتساوي سالب 1410 كالوري. يبقى انا كده جبنا الدلتا اي، جبنا الكيو، جبنا الدبليو. طيب هنا بيقول لك 1 جرام اوف ووتر ات 373 كلفن، يعني هو مدينا الكلفن، از كونفرتد انتو ستيم ات ذا سيم تمبريتشر. يعني اقول لك 1 جرام من الميه تحولت لستيم بخار ات ذا سيم تمبريتشر، ذا فوليوم اوف ووتر بيكم، يعني الحجم بتاع الميه بيجي 1617 مليون بويلنج. كالكوليت ذا تشينج ان ذا انترنال انرجي، عايز تحسب الدلتا اي اوف ذا سيستم اف ذا هيت اوف اوف vaporization is 540 كالوري كل جرام. عشان بيقول لك as the vaporization take place against a constant pressure، لو كان constant pressure يبقى في الحالة ديت هيكون عملية reversible، عملية غير انعكاسية، عملية غير انعكاسية، فبالتالي هنعوض عن القانون اللي بيقول W تساوي B V2 ناقص V1 اللي هيساوي N RT. خلي بالك لأن دي هقدر أجيبها إزاي؟ ان دي عدد المولات، هو مديني 1 جرام، عدد المولات يساوي الويت على المولوكولار ويت، 1 على المولوكولار ويت بتاع الميه يساوي 18، بينها 1 على 18. الثابت العام للغازات برضه هنا عوض عنه بكالوري لكل مول كلفن، اللي هو 1987 من 1000، في اللي هي مديها لنا بالكلفن هي جاهزه زي ما هي، فبالتالي تطلع 41 كالوري لكل جرام. فبالتالي تطلع 41 كالوري لكل جرام. وطبعا في الوحدة التحويل من وعشان 41 اسف كالوري كل جرام اللي هي الدبليو،
وهو مديني الهيت اللي هي الكيو اللي هي 540 اللي هي كالوري كل جرام، يبقى اللي هي الكيو بتساوي هو مديها لنا هنا فوق اهي 540 كالوري كل جرام. هنطبق في قانون اللي هي بتاعت الفيرست اللي بتاع الثيرموديناميك، كيو ناقص دبليو، 540 ناقص 41 تطلع 499 كالوري لكل جرام، فبالتالي قدرنا نجيب الانترنال انرجي بتاعت السيستم. المسألة الثالثة: A gas contained in a cylinder fitted with a fractional less، يعني مكبس عديم الاحتكاك، expand against a constant external pressure. ما دام يكون constant external pressure يبقى معنى ذلك irreversible process. From a volume of 5 liter to a volume of 10 liter, in doing so it absorbs 400 joule thermal energy from its surrounding. Determine delta E. معنى thermal energy 400 معنى ذلك الكيو، كيو بتساوي 400 جول. وهنا شفنا القانون بتاع الثيرموداينامكس، دلتا اي تساوي كيو ناقص دبليو، الكيو بتساوي 400. لكن الورك دان هنا قلت الريفرسبل، فبالتالي هنعوض بالعلاقه اللي هي بي في 2 ناقص في 1. هيطلع عندي العلاقه اللي هي ماينس 5 لتر لتر اتموسفير، عشان احولها للجول هضرب في 101.2. هتطلع عندي العلاقه في الاخر خالص ان الدبليو تساوي سالب 506 جول. طبعا هنعوض عنها في العلاقه ديت، يبقى دلتا اي تساوي 400 جول ناقص 506 جول، فبالتالي هتطلع الانترنال انرجي في الاخر خالص اللي هي 906 جول، 906 جول. المساله الاخيره: كالكوليت ذا ماكسيمم ورك دان وين بريشر اون 10 جرام اوف هيدروجين. مدينا وزن is reduced from 20 to 1 atmosphere at a constant temperature of درجة الحرارة بالكلفن. The gas behave ideally، يعني غاز مثالي. Will there is any change in internal energy also calculated، بيقول لك في تغير في الانترنال انرجي ولا. طبعا هنا هنحسب الشغل من العلاقة ديت اللي هي تساوي 2 330 ان ار تي لوغاريتم بي 1 بي 2، لكن الضغط اتغير 20 تو 1، فبالتالي دي العلاقه هتبقى ريفرسبل. عشان احسب الان، الان هنا اللي هنا قلنا عدد المولات تساوي الوزن على الوزن الجزيئي، 10 على الوزن الجزيئي بتاع الهيدروجين 2، يبقى 10 على 2 يبقى 5 مول، تمام. تي بالكلفن اهي مديها لنا، والبي 1 بتساوي 20 والبي 2 بتساوي 1. هنعوض عنها في العلاقة دي، تطلع عند العلاقة طبعا هنا برضه عوض عن الثابت العام للغازات بكام؟ 1.987 من ألف. هتطلع عند العلاقة في الآخر خالص اللي هي سالب 8126.6 كالوري. بيقول لك حيث there is no change in temperature، مفيش تغير في temperature، إن هو جاي إنها ايزوثيرمالي، فبالتالي بيقول لك هنا at constant temperature الدلتا اي هتساوي صفر، يبقى الكيو هتساوي، يبقى الكيو هتساوي الكيو على طول هتساوي ده هتساوي الدبليو، ما فيش مشاكل. انا مش عارف هو كتبها ليه هنا، هنا الدلتا اي بتساوي صفر، خلطت بتساوي صفر عوض عنها، فبالتالي الكيو هتساوي الدبليو، هتطلع سالب برضه 8126.6، وبالتالي نكون دي اخر حاجه في المحاضره الثانيه بتاعت الثيرموداينامكس، وإن شاء الله نتقابل في المحاضرة الأخيرة بإذن الله.